للمباراة يا كريستيانو يا براجي، وضربة حرة براجي يا ولد يا ولد، قلت لك الزاوية الشمال مغرية، وكريستيانو براجي بلسم بلسم من كريستيانو براجي يضيف. الزاوية اليمين برضو بتنادي، الزاوية اليمين برضو بتنادي، الزاوية اليمين بتنادي بتنادي، الزاوية اليمين، وكفارة سيخيليا يلبي نداءها، كفارة سيخيليا يلبي نداءها ويسجل هدف التعادل لنابولي. يوم الأهداف السينمائية هنا في الأرتيميو فرانكي. يا ولد يا كفارة سيخيليا، بقول لك الزاوية اليمين بتنادي. 50 نقطة عند هذه التسديدة يا حبيبي يا رودريغيز، والسلام يا رودريغيز، من احتاج ان يوزع الورد، سيبقى شيئا من العطر في يديه، سيبقى شيئا من العطر في يديه. هذه المرة اطلق صاروخية لجراناتا، يسجلون الثالث. افرح يا صغيري افرح، افرح يا صغيري افرح، هدف ثالث. هنا الضغط، هنا ممكن يشوت، هنا ممكن يشوت، هنا المحاولة، كمادا 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 يخطف الأول في وقت الحديث عن اليابانيين. الياباني يسجل الأول للاتسيو، دايتشي كمادا يخطف أول هدف للاتسيو ويسجل الهدف الأول لمصلحة اللاتسيو. واحد لاتسيو لا شيء. الإنتر هنا في وسط فرحة من قلة من أمام ناصلين، تمهيد ممتاز، استلام، تصويبة، يا ولد يا ولد يا ولد، حاول سوسلو في مرة أولى، حاول سوسلو في مرة ثانية، والثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة في شباك الحارس فيوريلو. يسجل فيرونا بعد سلسلة محاولات، بعد سلسلة فرص وفرحة في مرمى بولونيا، لكن عمر سيفوري هو هداف مواجهة الفريقين بعشرة أهداف. ميلك ميلك يسجل لحفظ كبرياء اليوفنتوس. ميلك الآن قد يعيد اليوفنتوس للمباراة بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى. تلك الفترة وكان أحد أكثر مواسم إثارة إثارة إثارة. الله، روح اليوفنتوس، روح اليوفنتوس، ترفض الذل هنا.